سهر يا صيف وغني غني مواعيد جيب لي من لون خدودة نغمات العيد. سهر يا صيف وغني غني مواعيد جيب لي من لون خدودة نغمات العيد. سهر يا صيف وغني غني مواعيد جيب لي من لون خدودة نغمات العيد. سهر يا صيف وغني غني مواعيد جيب لي من لون خدودة نغمات العيد. سهر يا صيف وغني اعمل لك قطان وتنورة حلوة حمرا كلا ألحان. سهر يا صيف وغني اعمل لك قطان وتنورة حلوة حمرا كلا ألحان. خبي لا شي وردي وشال واسرق لها من الفل الجبال. خبي لا شي وردي وشال واسرق لها من الفل الجبال. ان شاء الله تبقى. صباحك فرح. صباح الخيرات وصباح المطر وصباح جو الشام الحلو زينب. اكيد الله يبعث الخير على إن شاء الله كل المحافظات السوريه. يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا، ان شاء الله النهار بيحملكم كل الخير والانفراجات والانجازات يا رب. ضمن حلقتنا لليوم في عنا كثير من المواضيع وايضا اهم الفعاليات اللي صارت بالمحافظات السوريه، اضافه لكثير من المعلومات اللي رح تستفيدوا منها خلال رحلتنا الصباحيه. لكن قبل ما نبدا بدي ارجع جدد التحيه على فرح اللي بتحب كثير الشتاء. يسعد صباحك عن جديد زينب، ان شاء الله يا رب يكون هذا المنخفض مثل ما بنقول دائما يمكن دفع على قلوب الكل، وان شاء الله يا رب كل هي الازمات والصعوبات بتمرق وبنرجع اكيد بنكون بخير بصحه وعافيه. اليوم كثير من المواضيع المهمه، لكن الموضوع يلي بدنا كثير ناكد عليه ونحكي عنه هو موضوع يمكن التقليل من قيمه الاطباء او حتى من مدى جهدهم يلي بذلوه بالفترة الأخيرة وخاصة بظل جائحة كورونا، وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي اللي تناولت هذا الموضوع يمكن بعيدا عن أي احترام لهي الجهود. رح نحكي بالتفصيل عن الموضوع لكن بعد الفاصل. يعني زينب مثل ما قلنا ببداية حلقتنا، الإساءة بحق الأطباء والمساس بسمعتهم والإساءة كانت بصورة كتير جلية بالفترة الأخيرة. رح نحكي بالتحديد عن مشفى الرازي والأطباء يلي قاموا برفع دعوة أمام القضاء ليصدر حكم بحق الأشخاص الذين أساءوا لهم ولجهودهم الإنسانية نظرا لما تم تداوله بالأشهر الأخيرة عن قيام بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتناول أي اختلاط طبي يحدث في مشفى الرازي ونشر تعليقات مسيئة للأطباء والإساءة والمساس بسمعتهم. رح نحكي بالتفصيل أكثر مع مراسلنا بحلب وليد هناية. صباح الخير وليد. رح يكون جاهز الاتصال معنا، لكن رح نروح لتقرير صغير ونرجع لنحكي بالتفصيل عن الموضوع. يبدو انه فرح التقرير منه جاهز، خلينا نروح فورا على الاتصال. طبعا معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور زياد حاج طه مدير الصحه بحلب. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، صباح امطار الخير، صباح لسوريا اللي روت استوى ارضى بدماء الشهداء، كل الرحمه لشهدائنا، الشفاء العاجل لجرحانا، تحية صباح جميل لجيشنا الباسل، التحية الكبرى لقائدنا سيد الصمود وسيد الوطن الرئيس بشار الأسد. يسعد صباحك. يعني دكتور كثير تناولوا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي سمعة أطباء الرازي بسبب اختلاط أدى لا يمكن مشاكل، فخبرنا أول شيء حقيقة اللي صار، شو القصة؟ نعم، هذا الموضوع تقريبا من عام ونيف صار في اختلاط طبي، وهذا الاختلاط الطبي يحصل وبشكل كام يعني دائم في الطب، في اختلاطات وهذا شيء مكتوب
بكتب الطب انه في امراض قد تخضع لاختلاطات او حالات قد يحدث فيها اختلاط، وهذا الاختلاط قد يستطيع الطبيب تجاوزه وانقاذ المريض منه وقد لا يستطيع. يعني هذا الموضوع موصوف عالميا وليس لدينا فقط. فوقت صار اختلاط بمريض بمشفى الرازي، مريض أذنية، ويعني للأسف الشديد ما حسنوا الأطباء يعني ينقذوه، فتبلشت صفحات التواصل الاجتماعي تناول سمعة الأطباء وسمعة مشفى الرازي وسمعة مديرية الصحة ووزارة الصحة. طبعا هالصفحات الصفراء وهالرؤية الضبابية اللي عم تكتب على صفحات التواصل كانت كلها بأسماء وهمية وصفحات وهمية، كان هدفها مو هدف النقد البناء ولكن هدف التشهير ضعاف الروح المعنوية للمواطن أثناء في فترة الحرب وإقلال من ثقته بالدوائر الخدمية أو ما تقدمه الدولة من خدمات وعلى رأسها الخدمة الصحية. نحن بوزارة الصحة مقدم خدمات كبيرة للمواطن مجانا، الأدوية الأمراض المزمنة، أدوية معالجة الأورام، أدوية التصلب الويحي، اللقاحات، كلها تقدم مجانا وهي تكلف الدولة مئات ملايين الدولارات وليس الليرات السورية، وتقدمها الدولة للمواطن مجانا. هذه الصفحات الصفراء كان لها هدف إضعاف ثقة المواطن بالدولة، ولو كان هن هذه الصفحات هدفهم دكتور كان توجهوا إلى المكان المناسب وقدموا شكوى أو قدموا نقدهم أو قدموا رأيهم وباسمهم الصريح وليس بأسماء وهمية. يعني دكتور خلينا نقول أصحاب العلاقة مو هن اللي كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد لا. هي أسماء وهمية. خلينا نوضح أكثر كيف مع الجهات المختصة ونحن تمثلا للقانون اللي أصدره السيد الرئيس قانون الجرائم الإلكترونية. نحن وجهنا الأطباء برفع دعوة على هذه الصفحات. طبعا الجهات المختصة بالمتابعة حسنت توصل لأصحاب هذه الصفحات والقضاء السوري طبعا، وكلنا ثقة بقضائنا أنصف الأطباء وأوقع العقوبة على هؤلاء الأشخاص. نعم. طب خلينا نحكي بعد ما رفعتوا هي الدعوة شو صار، كيف حصلتوا حق الأطباء اللي تم المساسة بسماعتهم، ويعني الأقاويل كثيرة عم تكون عن بعض القطاعات الصحية بسوريا وأكثر كاذب مثل ما قلت، يعني لو كان في شيء حقيقي كانوا قدموا شكوى رسمية بأسمائهم الصريحة، لكن عم نشوف فقط تنفيس غضب على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الهدف هذا هو مثل ما حكيت انا ضعف ثقه الناس بالدوله وتاجيج الشارع، وهي الصفحات لها كثير علاقه بالارهاب، هذا هو الارهاب مواقع التواصل، هذا هو ارهاب مواقع التواصل، يا بيستهدفوا شخص او بيستهدفوا مؤسسه او بيستهدفوا قطاع من القطاعات وبيبلشوا انه نقد غير حقيقي ولاذع ويمس ويشهرون باشخاص معينين. نحن طبعا فورا اتجهنا للقضاء، اقمنا دعوة، القضاة طبعا اخذوا الموضوع بجدية وبدأوا الاجراءات، رفعوا للجهات المختصة اللي هي الجهات المسؤولة عن الاتصالات، استطاعت جهات الاتصالات متابعة الصفحات ومعرفة مين اصحابها وتسميتهم بالاسم للقضاء، والقضاء طبعا قال كلمته واوقع فيهم العقوبة التي ينص عنها القانون. ونحن بنطلب من جميع زملائنا كأطباء، يعني طبعا انت بتعرفي بهالفترة الأطباء قدموا شهداء، الجيش الأبيض كان واقف جيش خلف الجيش العربي السوري بفترة الأزمة والحرب، ومدينة حلب كان بالذات مشفى الرازي قلعة صامدة وكانت أحد مقومات صمود المدينة وعدم سقوطها، لأنه المدينة لو سقطت خدميا لكانت سقطت عسكريا، ولكن خدميا كانت المدينة مؤمنة بأبطال يوازون أبطال الجيش العربي السوري ويقفون خلف أبطال الجيش العربي السوري. وقدم القطاع الصحي شهداء، وخاصة بهالفترة هي فترة أزمة كورونا،
كان الطبيب يعني يدخل على مهاجع مرضى الكورونا ويقف بينهم ويقدم لهم العون الطبي، لا يبالي بنفسه سواء اصابته عدوى ومنهم رحمه الله استشهد وهو يؤدي هذا الواجب المقدس. اكيد اكيد، تحيتنا لك دكتور ولكل الكادر الطبي في جميع انحاء سوريا وتحديدا مشفى الرازي بمدينه حلب. بالختام بدنا نسالك دكتور، يمكن رساله بتحب توجهها لكل الناس، يمكن بعض الناس بيصدق دائما الشائعات بسرعه ما بيحاول يتقصها او حتى يعرف ما مدى حقيقه هذا الموضوع، فشو الرساله اللي بتوجهها لكل الناس خاصه في حاله رعب وخوف؟ انا بوجه رساله لكل مواطنين في سوريا وفي حلب خاصه، نحن ابوابنا مفتوحه لكل نقد ولكل شكوى ولكل شيء يرد او تقصير يرد من اي مكان، سواء في القطاع الصحي سواء العام او الخاص، لانه نحن ايضا وزاره الصحه مسؤولين عن القطاع الخاص، ونحن جاهزين لانه نرجع لكل صاحب حق حقه. وهي الشكوات على وسائل التواصل، هي ما هي شكاوي، هي قصد التشهير. وسائل التواصل ليس اماكن للتشكي ولا اماكن للنقد ولا اماكن للتشهير بالناس. نعم. وارجو انه كل واحد يكون عنده الجرأة ويجي يشتكي بشخصه، ونحن منوصل الحق لاصحابه ان شاء الله. هي رساله نحن حاملينها، وهي ثقه نحن موليتنا اياها القياده باماكننا حتى نوصل المواطن لحقه ونوصل له الخدمه اللي لازم توصله. نعم دكتور، نحن بدنا نتشكرك، وتحيه لجميع الكادر الطبي اللي عم يبذل مجهود كثير كبير بمواجهه حاليا ازمه كورونا، وقبل كان عنده كثير من التضحيات. اكيد دائما بنقول لكل مواطن عنده اي شكوى يروح على الجهه الخاصه او اللي بده يشتكي صار عنده مشكله فيها، واكيد اي تقصير هذا من واجب الاعلام انه كمان يتابعه مثل ما عم يتابعه بالبرامج تماماً الخدميه. تماما. شكرا لك وتحيه لاهل حلب ولكادر الطبي. يسعد صباحكم وصباح الجميع. يسعد صباحك. اهلين. شكرا لك دكتور مره ثانيه، ويعني زينب نتمنى فعلا نخلص من الاساءه الى سمعه الناس، وان كان كادر الطبي وحتى اي شريحه كانت مجتمعيه، لانه عن جد تعبنا من موضوع الشائعات وكيف عم تنتقل وحاله رعب يلي عم تكون بنفوس الناس. ما فينا ننكر نحن حاله التاهب الكامل يلي كانت للكادر الطبي سواء بجائحه كورونا او حتى قبلها، والدكاتره السوريين اللي معروفين بكل انحاء العالم بمدى خبرتهم وبمدى نجاحهم. اكيد، وبذلوا كثير مجهود يعني عن جد، وكان في كثير من الشهداء. أكيد. من الكادر الطبي، ولكن كمان ما بدنا يعني نتخبى وراء اصواتنا، ممكن يصير اخطاء تقصير. أكيد. لكن الواحد يراجع نفس المشفى او يراجع الهيئه العامه مثلا لشيء معين هو صار عنده مشكله، وساعتها اذا ما صار في استجابه ممكن يرجع للاعلام مثلا حتى ياخذ له حقه. اكيد. اما هلا زينب فبنروح لتقريرنا اليومي، اليوم شو صار من اخبار بمثل هذا اليوم بالسنوات الماضيه؟ بنتابع اكيد بالتقرير التالي. اليوم 17 كانون الثاني، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم عبر الزمن والسنين. قراءة سريعة لذاكرة اليوم، مثل اليوم من عام 1773 جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها، وبعام 1946 انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي، ومثل اليوم من عام 1947 انضمام الصرب لجمهورية يوغوسلافيا. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1834 أوغست وايزمان، عالم أحياء تطوري ألماني. ومن الشخصيات اللي غياب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 2002 كاميلو سيلا، شاعر إسباني حاصل على جائزة نوبل بالأدب بعام 1989، وبعام 2015 فاتن حمامة ممثلة مصرية. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم 17 كانون الثاني. نهاركم سعيد. ف
الفرحه العدوى. الحين طالعين من فتره فحص، فتره صغيره، هاي الفتره الصغيره مثل اعاده، خليني اقول اقلاع او اعاده تشغيل، هاي الفتره الصغيره حتى تساعدهم ليضلوا على وتيره الدراسه الثانيه الفصل الثاني. وبننتبه انه في عندهم حتى ضغوطات انه التعقيم، الكمامه، بهذه القصص، بدنا ننتبه على هاي القصه. فنحن نستفيد من الطاقات الكامنة. كيف ممكن نستفيد من الطاقات الكامنة؟ القهوة والميول. عندك الكبار اللي فوق ال 12 ممكن يستثمروا بهواياتهم بأنه يكونوا قادرين حتى يقعدوا بالبيت لحالهم. الست سنين ممكن يكون في معهم مثلا إخواتهم أو يكون معهم حدا كبير بهذا الموضوع. بس للأسف نحن من الأغلاط، مثل ما قلتي بالمقدمة، من الأغلاط الموجودة أنه نسكته بالموبايل، نسكته بالنت. هلا نحن حياتنا السريعه فارضه والحياه الالكترونيه فارضه وموجوده وما فينا ننكر هذا الموضوع، بس بدنا نقننه، بدنا نستثمره للطاقات الكامنه، حتى بدنا نستثمره بما يتناسب مع العلم اذا موجود. يعني بدل ما نعطي الولد، للاسف تكون الام او الكبار يكونوا مثلا 10 ساعات بالنهار، يكون له ساعة بالنهار. حتى ما أكون كتير مثالية بهذا الموضوع. والطاقات الكامنة يتحرك، لأنه نحن مثلا بالجوانب النفسية من الغلط أنه يضل مدقق. يعني في بحوث بتقلك إذا ضل مدقق حتى على التلفزيون لازم تقطع له الانتباه أنه أنت مالك هون، ينتبه، لأنه ممكن الأطفال يندمجوا يفكروا حالهم بقلب التلفزيون. لو في فكرة هون هبة، يعني اليوم بهي الجائحة، جائحة كورونا، يمكن فينا نقول أنه العالم كتير خفت طلعاتها اليوم، وما عاد في هي المجالات اللي كنا نشوفها قبل. الأم تأخذ ابنها ممكن على الجنينة، تأخذه يشوف رفقاته، تجتمع الأم مع أم تانية والولد مع ولد تاني. هذا الشيء يمكن كتير خف، ما عاد عم نشوفه اليوم. والمرأة عاملة والأب عامل، ويلا يلحقوا لحتى يأمنوا متطلبات الحياة. بدنا نلاقي شيء يسلي هذا الطفل بنفس الوقت ما يكون عبء على الأم، بالعكس مثل ما قلتي يكون متعة بين الأم وابنها. 100% حديثك بموضوع الجائحة، 100% حديثك. لهيك قلت استثمار الطاقات، الطاقة الموجودة. وهو يعني نحن شخص صغير قدامنا مضغوط بالفحص، مضغوط بالجائحة، واجته هال10 أيام، عنده طاقات، عنده هوايات، نستثمرها بقلب البيت. ممكن يكون يساعد بالبيت، ممكن يكون مثلا إذا عنده طاقات حسابية يساعد بمصروف البيت، نقلناه لجوا. أما موضوع الجنينة، هلأ ممكن يكون موضوع الجنينة مقنن حسب وقت الأم العاملة، حسب الأب العامل. الجنينة مطلوبة إنه يشوف خضار أو يكون بجو مفتوح للصحة بهذا الموضوع. بس بدنا نستثمر موجودات البيت بما إنه ما نحمل الأهل عبء مادي. أول شغلة بإنه نستثمر هالشيء الموجود. هلأ ممكن الأم تجي لعنا تقولنا عنده كتير بيعيط بكتير، شلون بدي اتصرف بهذا الموضوع؟ بضل ضايج، يمكن بضل ضايج. ممكن تحول هذا الموضوع، نحن عندنا آليات دفاعية بهذا الموضوع، نحول الآليات الدفاعية بدل الإلكترونيات، ما نفوته بإيدنا. لا سمح الله في عنا حالات إدمان إلكتروني. الإدمان الإلكتروني يعني بيصير هو بالنسبة له العالم الخارجي هو المضر، بيصير بالنسبة له موجود. فبدنا نوعى لهذه القصة. وغير هيك وهيك بإيدنا شغلات بسيطة نحاول. هلأ ممكن في ناس شوي تستغرب هذا الموضوع، نرجع للماضي ليه نستسهل نقول الموبايل؟ نرجع لأنه مثلا الست والجد كيف كانوا يتسلوا القديم؟ الشغلات البسيطة أحيانا بتكون معبرة، بتكون بتحاكي فطرة الإنسان، الإنسانية تبعه، وبسهولة وتخفيف الاقتصادي. هلأ نوعا ما من العبء كمان بيكون بالإضافة للجائحة هي الاقتصاد. فبدنا نحاول تخفيف الاقتصاد، نحاول انه ما يكون في حمل مادي. وننتبه انه يا عزيزتنا الام هي 10 ايام، هاي ال10 ايام نحن بدنا نرجع على وتيرة معينة. يعني حتى ما نطلعوا عن جو الدراسة او جو القراءة، انه انت بعد 10 ايام راجع على الفحص. بيصير في فصل احيانا بيصير في صعوبة لما بيدخل على الفصل الثاني انه انا معطل كنت. حتى بيصير باغلاط بالنوم. هلا في امهات كثير الحمد لله انه شوي واعيين، بضلوا محافظين على وقت النوم، على وقت الفائقه، على وقت هي مساعده. بس بهال10 ايام لما بتصير في قطع بيرجعوا بيتعبوا، بيرجعوا بيتعبوا بالفصل الثاني.
طب خلينا نحكي شوية، في كثير من الأمهات وخاصة مثل ما قلنا العاملات، لأنه أغلب الأمهات عاملات، ممكن يردوا يحطوا أولادهم بهالعشر أيام بشي نشاط، حتى في مدارس للعطلة يعني بتفتح المدارس كصفوف معينة للأمهات العاملات بيحطوا الأولاد بيلعبوا فيها نشاطات وقصص، أنت مع هي القصة ولا ضدها؟ هلأ معه، لانه حتضل على وتيره الدراسه، حيضلوا على وتيره الدراسه من ناحيه، من الناحيه الثانيه حيكون في اقران، بس بدنا ننتبه من الشروط الصحيه، حيكون في اقران كتبادل خبرات، حيكون في اقران كالتنفيس الانفعالي، هي العياط اللي بيكون بيضل ضايج بهذا الموضوع، ممكن باقرانه بخفف هذا الموضوع. حلوه، ممكن صفوف على مواد دراسية، ممكن تكون هوايات، أحيانا بيكون في كورسات مثل كورسات حساب ذهني أو كورسات صغيرة نمينا له موهبة. نحن خففنا أنه أنت طلعت من الدراسة بس بالوقت نفسه لساتك على خط الدراسة ونمينا لك موهبة. فممكن تكون، بس بما يتناسب برجع بقول على الجانب الاقتصادي نحاول تكون المتعة مشتركة، وحتى ممكن بعد العمل إلا هي حتكون تعبانة الأم وحيكون في إلى ضغوطات وهذا الموضوع، تلاقي لو ساعة مع تكون متعة إلى وللأطفال إنه ماما اشتركت معنا بهذه القصة، ماما اشتركت معنا بهذا النشاط، ماما اشتركت معنا بهذا الموضوع. وننتبه ما نكون مثاليين، مثل ما قلت لك هلا مثاليين اولادنا 100% الكترونيات ما حتزبط. هون انا كنت اسالك، اليوم يعني كل العالم بوسائل التواصل الاجتماعي مسيطره عليهم، كبار صغار واعمار مختلفه مثل ما نعم نشوف، ادمان الكتروني للاسف. تمام، بدنا نكون شوي واقعيين نحن، ويمكن بدنا نشارك الولد ببعض الانشطه تكون جذابه، اللي هي اكيد ما انا مثل مواقع التواصل الاجتماعي وما انا مثل عالم الانترنت، فكيف فينا نحقق هذا الشيء بأنشطة بسيطة يقدر الولد يتواصل مع أمه أكثر ويبعد شوي عن وسائل التواصل؟ الأنشطة البسيطة ممكن تكون مثلا بوجبة الفطور يشارك هو بحط الفطور، هي تعتمد على العمر، تعتمد على شخصية الطفل قد ايه متعاون بهذا الموضوع، وتعتمد على انه يكون في زاوية بهذا للأم العاملة. وجبة الفطور مثلا يساوي تخته، انه له واجبات داخل البيت، هو عضو فاعل من الاسره. الاطفال كل ما حسوا انه الحاجز للانجاز انه انجزوا، انه برافو عليك انت عملت هيك بالبيت، هي كلمه برافو عليك، هي نقطه نشاطات مشتركه، يعني الام حفزته وهو عمل انجاز وانتمى للاسره. برافو عليك انت شاطر، انت بتقدر تعمل، شو رايك تعمل الشغله الثانيه، خلي يعزل البيت ونحن لا طولي بالك ولا الدرجه، منكبر له المهمه شوي بما يتناسب مع عمره بهذا الموضوع. لما انجاز انجاز بيمشي الحال، بس ما بنوصل للتعزيل طولي. اكيد. طب خلينا نحكي عن النقاط اللي لازم كل حدا من الاهالي يبعد عنا اولاده، خاصه بهالعشر ايام مثل ما قلتي بصير في اختلال بالعادات. هي النقاط الأساسية. أول شيء الموضوع الخاص بين الأم والأب ما يظهر، يعني بيكون الأب عامل الأم عاملة، بيصير في ضغوطات، بيصير للأسف في مشاكل، ننتبه إنه ما يوعى إنه ينتبه على مشاكل الأم والأب مشان ما تتزعزع الصورة النمطية كأم وكأب. هي شغلة. الشغلة الثانية إنه ننتبه انه ما نضل نقول له انه تعبنا، نحاول نقول له انه الحياه فيها سلبي فيها ايجابي، يعني ما نفوته بالحياه المثاليه ونقول له انه كل شيء مثالي وكل شيء بتقدر وكل شيء بهذا الموضوع، ونفوته انه بالحياه انه في سلبيه وفي ايجابيه. انتبه الشغله الثانيه العطله، ايه يلا في للاسف امهات معلش خليني اخذه خليني اعطيه خليني اجيب له وكل شيء بيطلب، ايه هيك نحن نمينا شخص النعم هذا، يعني شو ما بيطلب بنقول له نعم بيتنفذ هذا الموضوع. للاسف لما بيكبر هذا شخص النعم كثير بمر بشغلات، ننتبه انه لا مو هلا وقتها، مو دائما موجوده، لا موجوده بما يتناسب معه، وانه بما انك قطعت هلا مثلا انه مثلا بده مثلا شوكولا او لعبه او شيء، بما انك انت قطعت هلا ممكن تتكافئ لاحقا بنعم ثانيه. هدول الشغلات اللمسات التربوية الناعمة بهالعشرة أيام بكتير مهمة، وننتبه انه انت راجع على الصف
انت مثل ما لك حقوق وواجبات ولك لازم تعمل وانت عضو فاعل بالاسره، انت عضو فاعل بالصف، وممكن تكون مكافاتك الكبيره بالصيفيه. فمرحليا فهموا انه الحياه هي مرحليه، الفصل الاول نقسم الفصل الاول ولات الصيفيه والصيفيه للحياه، انه نحن مراحل وانت حتوصل للصيفيه للجائزه الكبيره. خليني كثير حلو النقطتين حكيتي فيهم، اول شيء انه نحن تكون الخلافات بعيده كليا عن الطفل، وثاني شيء انه نحن مو كل شيء بده اياه الطفل نعطيه وكل شيء اوكي ونعم وحاضر، فهون يمكن بيصطدم بالمجتمع لبعدين لانه راح يشوف لقات كثير هو ماله متعود عليها للاسف. بالختام بدنا اياك توجهي يمكن بعض النصائح السريعه لكل الامهات، ومعلش خلينا نكون مستمتعين مع اولادنا ما يكونوا عبء علينا. تماما، بعد هلا ما بدي اقول بعض النصائح قد ما بدي اقول خلينا نقول مستمتعين. لساتني مصره على موضوع المتعه، متعه الام انه اطفالها عم يكبروا، انه اطفالها قطعوا مثلا سنه دراسيه او هذا الموضوع، متعه لذيذه بالنسبه لها هي كحاجه للانجاز. هي شغله. الشغله الثانيه الضغوطات موجوده، الحياه مستمره، ننتبه انه نحن عم ننشئ الجيل الجديد لبلدنا، الجيل الجديد للمستقبل بهذا الموضوع. ما ننقل لهم الشغلات اللي بتخليهم تحبيط، نحاول نكون انه كل ما كان في يوم جديد لو الامور البسيطه ما نفكر بالاشياء، الامور البسيطه هي اللي بتستثمر معهم وهي اللي بتقول لهم انه انتم بيوم جديد، انه اطفالكم موجودين، انه هي المتعه وانتو الجيل المستقبل. مجرد ما زرعنا فكرة للأمهات انه جيل المستقبل انتو عم تبنوه، الجيل اللي حيخلي البلد زاهرة او هذا الموضوع، فممكن الأم تصير ايه انا ابني احسن، انا ابني بدي اياه يعمل هيك، انا ابني بدي اياه يعمل هيك. يعني التحفيز بالمختصر، التحفيز للأم وللولد للجهتين. نحن نوعا ما بدي اقول اسره كثير مثاليه، اسره متوازنه، اسره مستقره، وما ننسى دور الاب والاقران بهذا الموضوع. اكيد يعني بنتمنى عطله انتصافيه سعيده للامهات وللاولاد، وان شاء الله تمر على هيك رواق وخير، لانه بتعرفي في عندنا كورونا وفي عندنا طقس بارد، فحلوه هي العطله اجت بوقتها. اي لازم هيك على هدوء. شكرا لك، كلكم ذوق. اكيد نشكرك كثير، نوجه تحيه لكل الامهات السوريات، خاصه الامهات العاملات اللي عليهم عبء كثير كبير خاصه بهي الفتره. وزي مثل ما تعودنا بصباحنا دائما عم نضوي على اهم المواقع الاثريه، واليوم تحديدا رح نروح لسور بيختزن حكايا مدينه السلميه اللي اقيمت القلعه وسط هي المدينه ابان العصر اليوناني. حكايه هالسور بتقرير التالي مع مراسلنا محي الدين فهد. هذا السور تاريخ يختزن حكاية مدينة السلمية، حيث أقيمت القلعة وسط المدينة أبان العصر اليوناني لتكون مقر الإدارة ضمن سور كان يحيط بالمدينة بطول 4 كيلومترا في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد. وتداعت القلعة بسبب كثرة الغزوات والحروب. تعود أساسات القلعة في بنائها الأول إلى العصر اليوناني، يعني في القرون الرابع والخامس وقبل الميلاد، ومن ثم استمرت إلى العصر الروماني مع دخول بومبيوس عام 64 قبل الميلاد، لتستمر إلى العصور البيزنطية والعصور بداية العصور الإسلامية. وتعرضت الحقيقة القلعة في تلك الفترة لكثير من الكوارث نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية. مع دخول العرب المسلمين إلى بلاد الشام وخاصة في بداية العصر العباسي، تم إعادة بناء القلعة بشكل يعني جزئي لكي تصبح قلعة من إحدى قلاع بلاد الشام، لكنها تعرضت لكارثة كبيرة عام 1157 وفق الزلزال الذي حدث في بلاد الشام ودمر معظم المعالم الأثرية في سوريا. بقيت مهدمة لفترة طويلة إلى أن ما تم إعادة ترميمها في فترات لاحقة إسلامية، إلى أن جاء سكان سلمية وعادوا إلى مدينة سلمية عام 1848، وتم السكن في هذه القلعة لفترة محددة حتى ضاقت بهم وخرجوا خارج أسوار القلعة. للأسف قاموا باستخدام حجارة هذه القلعة في بناء منازلهم الجديدة. أعيد بناء القلعة في العصر الأيوبي إلى أن سكنها أهل السلمية الجدد عام 48 و800 وألف، واستخدموا حجارتها البازلتية السوداء لبناء منازلهم، ولم يبقى منها إلا قواعد وبرج وسور
يلاحظ وسط المدينة. طبعا هذا السور هو السور الجنوبي للقلعة. القلعة كانت عبارة عن قلعة مربعة أبعادها حوالي 150 متر، فيها 8 أبراج، 4 أبراج في الأركان الأربعة في الزوايا و4 أبراج في البدنات، والأهم هذه الأبراج هو البرج المتقدم بالجهة الجنوبية الذي يقف بمحاذاة هذا الجدار، كان فيه مدخل باتجاه الشرق على شكل منكسر أو ما يسمى بالعمارة الإسلامية الباشورة من أجل زيادة التحصين الدفاعي. أيضا كان هناك قصر في هذه القلعة عرضه حوالي من أمتار وطوله 25 متر، عبارة عن طبقتين. الطبقة الأرضية هي عبارة عن سكن للجنود يعني وسيلة للدفاع عن القلعة، والطابق الأعلى هو عبارة عن 4 غرف لسكن الأسرة الحاكمة، مطلة باتجاه الشمال باتجاه مركز أو ساحة القلعة، تطل على شرفة محمولة على أعمدة وعقود معمارية. هذه المدينة المترامية الأطراف على حدود البادية تضم بين جنباتها أثارا كثيرة تحمل عبق الماضي وتاريخه الموغل في القدم، وتشهد على ألق الأمويين وحضارة الآراميين وأبداعات الرومان. للإخبارية السورية محي الدين فهد. فرح، وصلنا لمساحتنا الطبية، واليوم رح نحكي عن مفهوم علاج جذور الأسنان. يمكن هالكلمة ما كتير العالم بيعرفوها، بس لازم يعرفوا معنى هذا المصطلح وكيف ممكن يتعالج، دور التقنيات الحديثة بالعلاج. اليوم رح نحكي أكيد ورح نحكي عن أهمية هالمعالجات، لهيك كل هالتفاصيل رح نعرفها مع ضيفنا الدكتور جورج سركيس، أخصائي بأمراض الأسنان. صباح الخير. تسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن جذر السن ويمكن النخر يلي ممكن يوصل له، خلينا نعرف بالبداية شو هو الجذر وإمتى ممكن يوصل التسوس أو حتى النخر لهذا الوضع. أكيد بداية إذا بدنا نعرف الجذر لازم نكون عم نتخيل بنية السن كاملة، يعني اللي هو عبارة عن التاج والجذر. التاج هو الجزء اللي بيكون ظاهر ضمن الحفرة الفموية أو نحن بنقدر نشوفه بالوضع الطبيعي، بيكون فوق اللثة متألف من عدة عناصر، هو المينا، العاج وجزء من القناة اللبية، بينما الجزر بيكون هو الجزء تحت النسيج اللثوي والنسيج العظمي متألف من الملاط والعاج وتتمة القناة اللبية. فبنلاقي القناة اللبية هي ممتدة من الجزر لحجرة اللبية الموجودة ضمن التاج. هلأ بالنسبة للتسوس كيف قادر يوصل لهالقناة أو الحجرة اللبية؟ فمنلاقي إذا النخر بلش من طبقة المينا الموجودة بالتاج بسبب البكتيريا والجراثيم الموجودة داخل أي حفرة فموية ومن سبب قلة العناية الموجودة ممكن تكون عند المريض. فإذا بلش هذا النخر عند طبقة المينا بده يوصل للعاج في حال أهملنا. هلأ ببعض الحالات للأسف بيكون النخر كبير بالمينا وصغير بالعاج، فالمريض هون بيقدر يدار أو بيكون ظاهر، فالمريض بيدارك الموضوع وبيروح عن طبيب الأسنان. بينما الحالات الأصعب أو الخطرة أكثر هي لما يكون النخر منه ظاهر أو نقطة صغيرة بطبقة المينا ممتد أكثر بطبقة العاج، ونحن بنهمل بسبب ما نمضايقنا، ما نمبين أو منظره ما نبشع، فبالتالي وصل هون النخر للطبقة الثالثة اللي هي الحجرة اللبية اللي هي متصلة مع اللب الكامل ضمن السن، فبالتالي هون ببلش عنا حالة التهاب المشاكل. طيب دكتور، كثير من المرضى يعني عم بيعانوا هلا هالفترة بكورونا لأنه أهملوا كثير إنه زيارة طبيبهم من مشاكل الأسنان. خلينا أول شيء نحكي عن شق إنه المرضى اللي بحاجة لعلاج لب الأسنان مين هنن وكيف بيعرفوا مثلا؟ بداية المريض اللي هو بحاجة للعلاج اللبي أو الاستئصال اللبي خلينا نقول، هو مثل ما قلنا سابقا اللي وصل النخر للقناة اللبية وتم إهماله، وبالتالي صار في عنا ضمن هالقناة اللي هي بتحوي على عصب أوعية دموية خلايا، صار في فوعة جرثومية، بالتالي نحن محتاجين نتدخل. هذا المريض أكيد بحاجة لمعالجة لبية. بينما في مرضى آخرين ممكن يكونوا تعرضوا لصدمة، يعني بنقصد بالصدمة هون وقع أو مثلا عض على شيء قاسي، فهذا السن تعرض ل رد. هاي الرد يعني بنشوفها ضمن السن بطريقة انكماش لبي، هذا بياخد ردة فعل. ممكن ببعض الحالات نلاقي السن تكيف أخذ رجع وضعه الطبيعي وما صار عندنا تموت، بينما ببعض الحالات الثانية صار في تموت، فبالتالي نحن لازم نعمل تدخل. للأسف في بعض الحالات بنحتاج نعمل فيها معالجة لبية وقت يكون في عندنا فقد سني، مثلا أنا عندي سن مفقود محتاج أعمل جسر،
سن قبل سن بعد. هلا الوضع الطبيعي بيقول اني انا حضر وحط هذا الجسر، بينما ببعض الحالات بنلاقي الاسنان منا مرصوفه بطريقه طبيعيه، فبالتالي انا ممكن احضر طريقه زياده بالاسنان اللي هي طبيعيه ما فيها اي نخر ما فيها اي مشكله، وهون انا ممكن اعمل انكشاف لبي او اعمل حساسيه زائده تعمل لي تموت بالمستقبل، احتاج اعمل معالجه لبيه. واكيد بحالات التموت لما نحن بتظهر عند بعض المرضى بحاله خراج او اكياس اكيد هدول المرضى بحاجه لمعالجه لبيه. نعم دكتور، كثير من الاشخاص مثل ما قلنا يمكن بيهملوا شوي اسنانهم وبتطول معهم القصه، فبيوصل النخر للجذر اوقات يمكن ما بيحسوا ما بينتبهوا. خلينا نعرف شو هي المؤشرات انه نحن هون لازم نروح بقى على دكتور خلاص ولازم يمكن نعالج هذا التسوس او النخر، شو هي المؤشرات؟ هلا اكيد نحن بنفضل بداية المريض يكون عم يراجع الدكتور كل 6 شهور مينيموم يعني حتى انه ما نوصل لهيدي المرحله، بس المؤشرات صراحه واضحه. في حال كان عندنا خليني وزعهم بهالطريقه، لسه اللب او العصب حي فالمريض ممكن يحس الام على المشروب البارد او حتى احيانا في بعض الماكولات الحلوه، ممكن المريض يعبر على بعض المشروبات الساخنه بيلاقي الم تماما، فهون بيلاقي مثل هيك لمعه مثل خليني اوضح لك اياها مثل كهرباء بحسها ضمن الجسم مؤلمه، هون انا لازم راجع الطبيب. ببعض الحالات ممكن تظهر عليه انه الكسر ضمن الحجره الفمويه للسن، انه انا سني مكسور فبالتالي انا لازم راجع طبيب الاسنان. في حال صار عندنا تموت يعني نحن هذا النخر تموت، المريض خليني اتخيل معك اخذ بلش عنده وجع السن، بلش ياخذ مسكنات، استخدام عشوائي للصادات الحيويه، فبالتالي هو سكن الوجع، بس مع تسكين الوجع هو ما حل المشكله، تمام. فهون رجع صار عندنا تموت، صار في عندنا بكتيريا وجراثيم ضمن هالقناه، صار عندنا خراجات، هالخراجات ممكن تعمل اوجاع والام، بنلاقي مريض ثاني نهار موجود بالعياده عم بيعبر بجمله انا كل الليل ما قدرت نام، هذا بنسميه الالم العفوي، من دون اي منبه او مؤثر خارجي المريض بيتوجع، فهون بحاجه يكون عم بيراجع طبيب الاسنان. دكتور يعني الكل بيتخوف من زياره طبيب الاسنان بسبب الالم اللي ممكن يسببه علاج السن، علاج لب الاسنان مؤلم؟ علاج لب الاسنان مؤلم سؤال نسبي، لانه الالم هو موضوع نسبي عن كل شخص، يعني يمكن اليوم انا عتبه الالم عندي تكون مختلفه عن حضرتك، ممكن تكون مختلفه عن اي كائن حي، خليني افكر فيها بطريقه ثانيه، يعني انا اذا بدي قارن هذا الالم اللي عم بيحصل عندي من اللب او هذا العصب، هل يا ترى هو ممكن انا افكر فيه بالالم بيصير ضمن المنزل يلي انا ماني قدران اعمل شيء عم باخذ مسكن ممكن يكون فعاليته ساعتين او ثلاثه بالكثير برجع باخذ مسكن مره ثانيه، ولا افكر بالالم يلي هو مضبوط ضمن العياده السنيه؟ يعني انا المريض لما بيجي لعنا طبعا بيستقبلنا بجمله قلتية انا ما بحب دكاتره الاسنان نحن دائما نتوجع عنكم، بس نحن قادرين اليوم بتطور الطب نعمل شيء اللي هو التخدير، انا المريض بس يقعد بيكون عم يتخدر عم نعمل تخدير موضعي او ناحي للمنطقه الموجود فيها السن وتبلش مراحل المعالجة. هلأ في بعض الحالات يمكن نحن ما نعالج بنفس الجلسة، يعني خصوصي في مرضى بيكون عندهم خراجات أو آفات أو في نتحة بنشوف أنه هو عم بيطلع عنده دم أو من نتحة صفرة، فبالتالي هو محتاج نحن نغطيه دوائيا لفترة معينة بعدين نكون عم نجي نعمل معالجة. كمان مشكلة عم بيعانوا منها المرضى مثلا والله بعد شهر حتى يرجع يعمل لي الضرس أو بعد لا. هي لازم قد ايه المدة تكون متقاربة أو متباعدة؟ لأنه ممكن يصير في كمان جراثيم إذا ظل مثلا مفتوح العصب او مثلا اكيد نحن ما فينا نترك المريض لفتره طويله ضمن المعالجه اللبيه، يعني هون انا لما اغطيه دوائيا الدواء له فتره معينه، نحن ماكسيموم اسبوع كون عم اقول له هيدي اكثر فتره انه انت غيب عني ورجع لي، تكون اخذ الدواء مفعوله ضمن الجسم، ممكن في بعض الحالات نحن نحط ادويه له ثاني نهار رجع راجعني. واليوم في بسبب تطور المعالجه اللبيه نحن في عندنا مفهوم بيقول لي بجلسه واحده لازم نكون انهي المعالجه السنيه، حتى لو في خراج، حتى لو في حاله عفونه مثل ما بنقول نحن، اليوم انا اذا قادر اضبط الموضوع، قادر افتح السن ولاقي الاقنيه ونظفها واحشيها وما عندي اي نتحه او نزف دموي، ما عندي اي مبرر بيقول لي اليوم يا دكتور انه وقف المعالجه او اقول له للمريض روح تعال عدد جلسات بحشي وبنهي. سؤال دكتور انه كثير من الاشخاص بيقولوا انه هو مجرد نخر ان كان للسن وان كان للجذر، ما كثير بياخذوا بيعطوا بالموضوع مثل ما قلنا بيخلوا الموضوع لحتى يوصل لاقصى درجاته، شو الخطوره انه نحن نهمل هذا الموضوع وخاصه نخر جذر السن تحديدا؟ رح وزع لك كمان الخطورة على مستويين، يعني المستوى الأول فمويا يعني ضمن الحفرة الفموية، والمستوى الثاني جهازيا يعني بكل أعضاء الجسم.
فمويا النخر موجود داخل التم، يعني داخل مع الاسنان مع كل الانسجه الموجوده. يعني انا ممكن اذي السن بحد ذاته، اذي اللثه، اذي العظم، خليني افقد هذا السن، بوصل لمرحله ثانيه انه هالجراثيم والبكتيريا انتقلت للاسنان المحيطه، فهذا كله اذى وعم يزيد الحاله سوء. ممكن نحن نفكر انه هالسن شيء صغير، شيء ممكن بينقلع، فبالتالي هو منفصل عن باقي الجسم، بينما هو جزء لا يتجزا من جهاز الانسان. يعني انا هذا السن او هذا اللب موجود في اعصاب والاوعيه الدمويه، بالتالي في دم نفسه عم بيمرق بكامل الجسم من القلب للعضلات لكل شيء موجود بالجسم. فاذا انا هذا الجزء حاوي على انتان او بكتيريا او اي نوع من الجراثيم، بدي اتخيل انه هو عم بيبرم معي بكل الجسم، فانا هون بنلاقي عندي التهاب، ارتفاع حراره، بنلاقي عندنا خصوصي خطر على مرضى القلب والمرضى اللي ما عندهم تبديل مفاصل، فهيدي كلها عوامل خطوره بصراحه مزعجه للمريض. طب الاخطاء الشائعه اللي انت عم تمر عليك من بعض المرضى واللي حتى هن عم يتعالجوا وعم يضلوا يمارسوها، شو هي؟ الاخطاء الشائعه اللي نحن عم نحكي عنها عند المرضى تحديدا الاستخدام العشوائي للادويه، الاهمال، يعني برغم من كل شيء تطور، خلينا نقول اليوم السوشيال ميديا عم تلعب دور حلو بالوعي الطبي الزائد، بالرغم انه صح في اخبار بنلاقيها نوعا ما منا صحيحه عم تنزل، بس خلينا نقول اليوم الوعي الشعبي زاد، قادر الشخص يضبط انه هل يا ترى هيدي المعلومه صحيحه او هيدي المعلومه منا صحيحه. ف ليش ما انا كمان اكون عم تابع، اقدر اقول انه انا بهيدي المرحله لازم راجع دكتور الاسنان او لا؟ ليش انا هالادويه عم تزيد خطوره على حالي وعلى المحيط الموجود حوالي؟ فاليوم نحن بحاجه نزيد زيارتنا للطبيب الاسنان، بحاجه نقول عن تواصل اكثر، انه انا اليوم ما لازم انا كطبيب اجي المريض اللي عندي يقول لي بدي اسحب عصب اقول له ايه اوكي نسحب عصب، لا، انا في عندي اشياء ممكن افكر فيها، هل يا ترى هذا السن بيحتاج سحب عصب؟ هل ممكن اعمل تغطيه لبيه او يمكن اعمل يمكن انت دكتور اخر حل بتعطيه ممكن يكون سحب العصب؟ هلا تماما، طالما نحن قادرين نحافظ على السن وحيويه العصب هذا الوضع ممتاز، لما نوصل لمرحلة التموت أنا بدي أحافظ على السن، طموحي وهدفي الأساسي هو السن بحد ذاته عشان ما أوصل لقلع أو زرعات أو أي حل ثاني. تمام، حتى إذا بدنا نقول دكتور أحد الأشخاص كان عمل العلاج اللبي ونجح، هل ممكن يصير انتكاس؟ وفي حال صار الانتكاس كيف ممكن تتعامل مع الموضوع؟ هلا هون فتنا نحن بمرحلة إعادة المعالجة، يعني أنا ممكن يجيني مريض عامل معالجة لبية وقت انهاء المعالجة كان ما في اي الم اي او اي عوارض. هلا بدنا نفكر انه هل يا ترى تمت المعالجة بالطريقة الصحيحة؟ كيف بقصد؟ انه نحن عنا هالسن خلينا نتخيل عنده 3 أقنية، نحن قدرنا او كطبيب قدر يعمل قناتين، القناة الثالثة ما لقاها او ممكن ما انحشت معه، فالجراثيم ظلت موجودة بالقناة الثالثة، بالتالي السن كله ضل فيه جراثيم وبكتيريا، هون صار عنا نكس. ممكن يكون الطبيب بسبب التقنيات القديمة المانة متطورة ما قدر يعرف كامل طول السن أو يعرف طول كامل القناة، فبالتالي لوين وصل المبرد أو الأداة اللي عم يستعملها بالإحساس بيوقف، فبيحشي مثلا خلينا نقول نص السن، ممكن يوقف بسبب تكلس، ممكن يكون بسبب أداة مكسورة سابقا بعلاج ثاني أو بسبب أي عامل ثاني، فهو هون عملنا مشكلة بالمعالجة، نص السن معالج، نص السن ما هو معالج، ضلت البكتيريا والجراثيم، بالتالي صار عندنا نكس بالمعالجة، هون كلها هي مراحل لخطوة ثانية هي اسمها إعادة المعالجة. إمتى بتصير علاج جذور الأسنان بمرحلة صعبة كثير؟ شو دور التقنيات الحديثة بتسهيل العلاج؟ يعني بنعرف نحن كل سنة عم يطلع تقنية جديدة بعالم طب الأسنان. هلا علاج جذور الأسنان أو الأقنية اللبية اليوم هو ما بقى مزعج أو مرعب خلينا نقول مثل قبل بسبب التطور الكبير. من قبل كان خلينا ليش عم أقول صعوبة أو مزعج، لأنه نحن عم نعالج جزء من السن هو منه ظاهر، هو موجود تحت لسه، تحت عظم، وحتى أنا اليوم كطبيب لما أفتح السن أنا عم شوف فوهات أقنية، ما عم بقدر شوف كامل هيدي الأقنية الموجودة على طولها الكامل أو شو موجود جواتها. التطور ساعد كتير، أنا اليوم بقول أهم مرحلة من مراحل أي علاج سني هي التشخيص، التشخيص الصحيح بيساعدني اعرف معالجه صحيحه. فالتشخيص اليوم عندنا بالمعالجه اللبيه بيجي من التصوير، العياده اللي ما فيها تصوير شعاعي
خلينا نقول تأخر العلاج، بتساعد انه ما يكون في دقة بالعلاج. يوم بداية بنعمل تصوير، بنعرف هذا السن شو بيحتاج، كم قناة فيه، كم جذر موجود، شو الآلية اللي استخدمها. بيجي بعد عنا أجهزة المتطورة، خليني أذكر منها اليوم جهاز تحديد الذروة، بيساعدني أعرف قديش طول القناة، هل أنا يا ترى فات بكاملة أو بقناة كاذبة أو أي شيء آخر. الأجهزة الدوارة اللي هي اليوم استغنينا أو ساعدت المبارد بالعلاج، المبارد اللي نحن بنشوفه بالعيادة السنية الملونين. اليوم تطور أكثر، في عنا أجهزة الروتري أو ريسبروكيشن سيستم، هن كل هدول الأنظمة ساعدت كمان بالمعالجة. عنا أجهزة تفعيل الإرواء أساسية، سواء السونيك أو الألتراسونيك، لأنه ما في اليوم غسل وإرواء من دون تفعيل. نحن هذا صح عم بفوت هذا السائل، لكن هذا السائل عم بفوت على جزء من القناة، إذا أنا ما فعلته كيف قادر يتغلغل بكل الجذر السني. وبالنهاية في عنا جهاز الحشي الحراري اللي هو الأساس بالمعالجة وختم اللبي، اللي هو الجزئين الأوبترا والسيستم بي. تمام دكتور، كتير حلو إن احنا بحالة تطور دائم، ويمكن هذا الشيء بيخفف على المريض جهد وتعب ألم وكمان الوضع المادي. نصائح أخيرة بتحب توجهها يمكن لكل المرضى قبل ما نوصل لجذر السن وقبل ما نفوت مثل ما بنقول بالمحظور؟ دائما نصيحتنا تكون انه ما نخاف من معالجة اللبية، وما تكون هي هاجس انه تخليني راجع طبيب الاسنان، لانه اليوم معالجة اللبية صارت موضوع اسهل بكثير ما نحن نتوقع. اكيد بتحتاج لادوات وتجهيزات واختصاصيين بهذا الموضوع، لانه هالادوات اذا ما كانت عم تستخدم بطريقه صحيحه واستخدام واعي للمواد وكل حاله نعرف نحن شو محتاجين لها، بيكون عم نعمل خلل بهالعلاج. وبالنهايه ما نخلي الموضوع المادي صراحة هو عائق بموضوع العلاج الأسنان، لأنه بعلاج اللبي تحديدا، لأنه خلينا نحسبها بطريقة، هل يا ترى أنا إذا ما عالجت السن شو الحل البديل؟ تمام، رح أوصل للقلع، قلعت السن بالتالي أنصت بمرحلة إما الزرعة السنية اللي هي مكلفة جدا أو جسر، وأنا بأكد لك اليوم الجسر هو تكلفته أعلى بكتير من العلاج اللبي للسن. يعني هاي نصيحة خلص الكل رح يجي لعندك. أهلا وسهلا. شكرا كثير دكتور على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. وأكيد فرح، أكيد أنا بدي أرجع أقول شكرا كثير لك دكتور، بدنا نشوفك بحلقات جاية وناخد مواضيع. يكون لي الشرف. شكرا. أما زينب أكيد بدي أقول بقية نهار حلو لك زينب، كله حب وعافية ومع العيلة. وبدي أشكر كل مين تابعنا اليوم، قدم لنا فكرة أو اقتراح، نتمنى تكون هي الصعوبات تمرق على خير على كل السوريين، وتنبسطوا يمكن بجمعة العيلة وبالكنكونة لو ما في كتير كهرباء، معلش نقدر ندبر حالنا. ودي لكم بكرة موعدنا 9 الصبح، مواضيع جديدة وضيوف جداد. تبقوا بألف خير. تبقى بخير يا زينب، وانت تبقى بخير أكيد. ومن نقول لكل العالم يوم مشروب الرسمي لكل العائلات السورية هو الشوربة العدس. أكيد منا لكم أوقات كتير حلوة مع العيلة، انتبهوا على حالكم منيح، كورونا ما خلصت. وكمان نتمنى لكم يوم مليء بالإنجازات والحب والمودة والخير. تابعونا بكرة بصباحنا غير.